كسوة العيد مبادرة إنسانية من جمعية الهلال الأحمر الكويتي لدعم ومساندة الأسر المتعففة والمحتاجة. اليوم حملتنا قمنا فيها بتوزيع كسوة العيد على الأسر المتعففة داخل دولة الكويت، وزعنا اليوم حق 250 أسرة متعففة، وإن شاء الله في الأيام الجاية راح نكمل تباعا حق باقي الأسر المسجلة عندنا حوالي 3000 أسرة. وتشتمل كسوة العيد على ملابس العيد وبطانيات وأحذية وبعض الأواني المنزلية. جملة من المساعدات الإنسانية تقدمها الجمعية للتخفيف من العبء الذي تعانيه الأسر المتعففة والذين يعيشون ظروفا صعبة. داخل الكويت نتكفل شهريا بتوزيع المواد الغذائية، كما نتكفل في موضوع الإفطار الرمضاني، وهناك كسوة العيد، وهناك كوبونات توزع على الأسر المحتاجة وهي بقيمة 25 دينار للجمعية لشراء ما يرغبون به. كذلك نرى بعض الحالات الدراسية المتعثرة ونقوم بدفع المبالغ لإكمال الرسوم الدراسية لبعض التلاميذ والطلبة. مبادرات إنسانية لم تقتصر على الكويتي فقط، بل امتدت لتشمل دولا كثيرة حتى بات الهلال الأحمر الكويتي هلالا مضيئا في سماء العالم. زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس.